وجيه من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المتمثلة بالمتولي الشرعي وبدعم وإسناد من وإشراف من قسم المشاريع الهندسية، باشرنا بعد شهر صفر الماضي بالتوسعة إلى الباب، وبعد الدراسة والتخطيط لها والتصميم تم المباشرة بالعمل. الآن أصبحت التوسعة حوالي 2.5 من مترين وخمسة وسبعين إلى 7 أمتار. تم العمل والحمد لله الآن وصل العمل إلى مراحل متقدمة، وسوف يكتمل التوسعة قبل بداية محرم العام القادم. طبعا بعد أنه تزايد عدد الزائرين الوافدين إلى كربلاء وخصوصا في الزيارات المليونية، هي جاءت فكرة توسعة الأبواب من الخارج، يعني أبواب الصحن. بدأنا بباب الشهداء، ثم باب الرجاء، ثم باب القبلة، ثم باب الزينبية، وباب السلطانية، باب السلام، والأخير الآن في باب الكرامة. كل التوسعة لضريح الإمام الحسين عليه السلام، سواء توسعة الحائر الشريف أو الأبواب، رعيت فيها العمارة الإسلامية وربطت بين الحديثة والقديمة.